بنرجع للتعليق على التشكيلة والتغييرات اللي صارت مبدئيا في انتظار التأكيد مع مراسلنا على عين المكان اللي قال فما تغييرات ينجم يقوم بها الإطار الفني قبل مواجهة جنوب أفريقيا الحاسمة. وريال مو خلينا نحكيو معناتها كيما مع ضد مالي منطقيين، تكنيك مو خير من جنوب أفريقيا، نحكيو فالور تكنيك خير من التيران الوحيد نجمو معناتها نلعبوا فيه معهم شنو هو لي ترانزيسيون التحولات الهجومية. دونك لازمك ديزاتاكون ومهاجمين اللي عندهم البروفيل. دونك سي نورمال باش يكون سيف الجزيري موجود خاطر باش نلعبوا على ترانزيسيون على التحولات. لو شونجمون الاخر وين؟ جمعيه قويه برشا على لي كوتي، دونك لازمنا ندافعوا بالبيس سور لي كوتي. معناتها جمعيه تلعب 4 4 2 بلا تعمل لك السوبيريتي نوميريك على لي كوتي، يا تتعدى من لي كوتي يا تخرج فيه وترجع للكوتي اوبوزي. دونك لازمك تعمل سامحني مش لي زاريير لاتيرور راهم لي دومي لي دومي اللي على اليمين على اليمين وعلى اليسار هما اللي تريز امبورتون. وصلوا يعملوا دي رولاسيون ا 3 و 4 ما بين لاريير لاتيرال والمليو معناتها البيفو ا دروا والدومي دروا ولا تكون دروا ولا تلقاها بالعكس بالعكس على اليسار والناس الكل فوكاليزي اللي هو كشريدة ما مشاش في الماتش بتاع المالي راهو البارتي دروات كلها رفيعه وسخيره وكشريدة ديما سوبريتي نوميريك على كشريدة هذه الاشكاليه باش نكملوا في التمشي هذا. دونك الشونجمون تاع كشريدة باش يدخل ان اريير دروا الفوكاسيون نتاعو ديفونسيف وارد وارد لانك باش تدافع برشا على اليمين. الشونجمون تاع جزيري باش يدخل معناتها باش يعطينا شويه بروفوندور في لي ترانزيسيون وشويه فيتيس وارد، اما على حساب شكون؟ لوجيك يقول لك شكون على حساب يوسف المساكن. طيب نحكيو على الجزيري هنا كان خارج القائمه جمله قبل الكوب دافريك، وقع تعويضه بعد خروج بن وناس باعتباره عنده بنته مريضه ربي يفرج عليها، ثم في المقابله الاولى كان اورليست، في المقابله الثانيه كان برناك، اليوم نلقاوه اساسي. فسروا لنا. إيه مش مشكل عادي معناتها انه ملاعب يكون متواجد لكن انا بالنسبه لي مشكل لا مش مشكل يكون جمله من بعد ينقز يولي معناتها اساسي في مقابله مصيريه. لا الاشكاليه اللي عندك الخنيسي تضرب هو معناها كي دخل هو، لكن الاشكاليه الوين الاشكاليه بالنسبه لي انا اليوم في الاختيار. احنا كل مباراه باش نقولوا باش تقول علينا نلوجوا في ضحيه نبدلوا باش ندخلوا انا ترجوا باش ندخلوا السيف الجزيري، لكن اشكاليتي الكبيره انا بالنسبه لي يلزمك كيفاش حللت جنوب افريقيا وش يلزمك تعمل باش تلعب لجنوب افريقيا، لانك انت داخلك باش تفوز على المباراه. انا باش نمشي يلزمني نحد من نقاط القوه نتاع جنوب افريقيا اللي نحكيو عليها الجو نتاعها شنو هما لي ديفايونس نتاعها. كيما اليوم انت الفايده انك تعمل اناليز نتاع الماتش نتاع لافريك دو سود وانت شنو المؤهل تاعك. انت مثلا المباراه اللي فاتت وين كان عندك نقاط ضعفك، مثلا لي بالاريتي ما نجحناش فيهم كونتر السود افريك نجم تكون حل من الحلول انك معناتها سير لي بالاريتي. اثنين انت سير بلون كنا في وسط الميدان كنا معنا مشاكل كبيره برشا في الانترفال والانترلين وهذا فريق يعمل برشا على في الانترفال بالضبط. ثلاثه هما فريق عندهم الرابيديتي يلعبوا على الفيرتيكاليتي الحوجوا فيغ لافون. انت اليوم بور ليميتي لي ديغا كونترهم هما وتلقى الحلول. انت عندك ثوابت، منتخب التونسي عنده ثوابت نجح بهم اللي هما قلتهم انت ساعه واتفقنا عليهم الناس الكل هما لي ترانزيسيون. وقت ليكيب ناسيونال تستنى معناتها ما تخرجش وتلعب اون بلوك ديفونسيف وتلعب على لي ترانزيسيون اون ايتي تري دونجورو. وترجعوا على عام 2023 تولي ماتش اللي فيه تذكروا ماتش الجزائر في الجزائر ماتش مصر في مصر اللي لعبناه هذوما كيفاش ما تنساش ماتش اليابان في اليابان اللي كنا اربعه ما تنساش ماتش كوره تاع الكوره اللي كنا فيه ثلاثه كيفاش كلامه صحيح خاطر قلنا با اون دوري ما شديناش صحيح. شنو اللي تبدل؟ قعدنا نبدلوا في لي سيستيم 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 1. اليوم انت اليوم المباراه هذه بارابور لادفيرسير اللي عندك دو زافون سونتر. انا بالنسبه لي بوتيتر اذا كانت تلعب 3 4 3 من ناحيه مش تسكر لي كلوار اذا كانت تحط مثلا بو امبورت كشريده ومعلول والف الدفاع مش تحط الطالبي ومرياح ومعاه علي العابدي ثلاثه والقدام بور ليميتي لي دو كلوار نتاعهم نتاع لافريك دو سود لي دو جو اريير دروا ولا اريير غوش دو جوار دو كلوار وجوار اون بوانت رابيد. هنا تي بو اتر كيليبري اي دو فاسون افوار معناتها كيفاش تفكر. الرومارك نتاع الرومارك نتاع عادل صحيحه كيفاش معناتها ساسو فوا انك انت تحب ولا تكره مع كامل احتراماتي عملت ديزيرور وتستعرف تو في وسط الكومبيتيسيون انك عملت اغلاط في الكاستينغ الاول صحيح وعملت اغلاط في الكاستينغ نتاع الفورماسيون. باهي سي بيان انك تو شونج اما راهو لو شونجمون برشا 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 في تورنوا ماهوش باهي تحكي على الثوابت انت مالوغوزمون. اما الشونجمون نتاع كشريده لازم يكون صحيح كشريده توا يلعب هذا ثالث ماتش العابدي يلعب دوزيام ماتش والثالث ماتش سيرتو بون ناري لاتيرال صعيب باش يعطي 90 دقيقة. تروزيام ماتش أنت تعرف شو يقول لك؟ يقول لك نهار الأحد تلعب ونهار الأربعاء رابطة الأبطال وتمشي الجمعيات الكبار وقت اللي يلعبوا الماتش الثالث يتعادلوا ولا يخسروا إذا كان ما يبدلوش ثلاث أربع جوارات لازم تعطي ثاني ماتش ينجم يكمل
وي تشريد هذا ثالث ماتش راهو توتافي وكونتر ان ايكيب اللي ليزيليم تاعهم اي سون تري رابيد في السلاسه فما فما بروبليم في العمق وبكري تو سميزار بكري انت الى في الوزيون اللي هو حتى انت بكري حكينا على الكوبارا تو احنا عندنا سنين ما عندناش اتاكون وقعدنا ندورو في نفس الاسامي ندورو في نفس الاسامي وعندنا اسامي اللي قاد دي ديفيكولتي تو في راس شواط مثلا كان اون فورم واحد الكل قبل كان ان دي سوليسيون مي مالوريزمون لا هو استحفظ على روحه لا اللي دايرين به استحفظوا عليه لا قابل الناس في في الكاريير نتاعو معناتها اللي عاونوه دونك ملاعبي كيما هذا وانا نحكي معناتها على السويفي دي جور تي نحن في الاخر ما عندناش دي زاتاكون دونك ا مومون دوني كنت لازم انت كديريكسيون تكنيك ولا ك معناتها فيديراسيون راهو سيت ان بوست تري ديليكا ما عندناش اوليو مشينا نلوجو وجبنا راهو بدلنا السنه في لي ليست كان ترجع لي ليست اللي عملناهم الكل 54 اكثر كومبارتيمون بدلنا فيه عايد 50 ملاعبي بالضبط اكثر كومبارتيمون بدلنا فيه لو كومبارتيمون دي زاتاكون معناتها نعطيك اكزومبل تاع فراس شوات واحد من لي زيكزومبل معناتها فهمت ما ثبت